مرحبا بكم. اولا مدام ليلى كنانه رئيسه اللجنه المنظمه لهذا المعرض ديال السيارات المستعمله اللي هو في النسخه الثالثه ديالو واللي هذا العام كيتقام على واحد المساحه اللي هي اكثر من 10000 متر مربع واللي هي مضوله وزايده بالنسبه للنسخه اللي فاتت اللي كانت الدوره الثانيه. والعدد العارضين اللي كاين هذا العام هو ما يقارب ال 20 عارض وحتى هما زايدين. هذه بطبيعه الحال مع زياده المساحه زادت نسبه العارضين ونسبه الشركات اللي اكسبوزي عندنا في الصالون. شركه اوتوكاز هي شركه اللي تخلقت في 2021 بعد 100 سنه من تواجد ديال مجموعه اوتوهول في المغرب واللي هي واحد المجموعه اللي معروفه بالجوده ديالها عند المغاربه وبالثقه اللي قدرات انها تربطها مع الزبائن المغاربه عبر هذه 100 سنه. كنا احنا متواجدين بفاس وبمراكش وبالدار البيضاء وقريبا ان شاء الله في الاسبوع المقبل غنتواجدوا في مدن اخرى بخمسه ديال المدن من غير فاس ومراكش. دونك حنا غنحلوا ان شاء الله بالرباط، غنحلوا باكادير، بوجده، طنجه وايضا صلا والرباط، مدينه الرباط. تقريبا المشاركه ديالكم في الرباط. اوكي، حنا جد سعداء اليوم بالمشاركه ديالنا في هذه النسخه الثالثه لمعرض السيارات المستعمله. والعلامه التجاريه ديالنا ديال اوتوكاز ديما تعرفت عند المغاربه في هاد غضون الثلاث سنوات بالابتكار، واليوم جينا بعروض جديده وحصريه لهذا المعرض خصيصا لهذا المعرض. اول عرض فهو عرض شامل على 500 سياره، احنا كنقدموا اثمنه جد مناسبه، كنقدموا ايضا ضمانه لسنه، غارونتي ديال سنه، كنقدموا اسيستانت ديال سنه، كنقدموا حلول ديال التمويل، وايضا احنا مستعدين اننا نستبدلوا السيارات ديال الناس اللي يقدروا يشريو من عندنا ولا ايضا الناس اللي ما بغاوش يشريو من عندنا، فحنا كاينين هنا باش نشريو من عندهم السيارات ديالهم الا بغاو ايضا انهم يبيعوا هذه السيارات. وايضا احنا كنطلقوا اليوم مجموعه من السيارات اللي كنسميوها فواتور ريكونديسيوني، فهي سيارات اللي تعاد التصنيع ديالها واللي كتمثل حل بديل ما بين السيارات المستعمله والسيارات الجديده، ولكن هذا الحل هو حل صديق للبيئه لانه الطريقه باش كنقوموا بالتصنيع ديال هذه السيارات كنقوموا بطريقه ايكولوجيه. ايضا فاحنا كنبيعوا هنا سيارات 100% كهربائيه، سيارات هجينه، سيارات ابريد، وكنتمنوا اننا نكونوا عند حسن الزبائن ديالنا وكنرحبوا بهم. Poticar, c'est le label d'occasion de Stellantis. Stellantis qui représente plusieurs marques dans le monde, notamment Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, DS, Jeep. Alors actuellement, nous avons 1200 points de vente dans le monde, avec 800 000 ventes par année. Et nous visons, Inch'Allah, atteindre 3 millions de ventes à l'horizon 2023. Alors actuellement, nous avons un seul point de vente sur le territoire marocain. Nous sommes en pleine expansion, c'est-à-dire il faut prévoir de nouvelles ouvertures sur le Maroc. Alors par rapport à nos produits, on commercialise tout type de véhicules, que ce soit hybride, essence ou diesel, toutes marques confondues. Nous avons des offres de reprise, de véhicules d'occasion contre des achats VN ou VO aussi. Nos véhicules que nous commercialisons sont tous révisés avec une expertise en bonne et due forme sur 75 points. Nos véhicules sont remis en état dans la majeure partie pour garantir une sécurité à nos clients.